إذن مستمعينا يعني شفتوا الفقرة الأولى قديش فعلا في إمكانية ننقل طاقة إيجابية لل 53 وال 53 لآلاف الناس، ويوم جمعة راح يكون إن شاء الله جميل. خلونا نروح لفاصل إعلاني مع فرقة كاريوكي وأغنية اتجنن. والصورة الحلوة بتتاخد في ثانيتين، اوعى تغمض عينك تقف بعيد وحيد، حاجات كتير حواليك بتناديك، ارسم ولون وشوش الناس، شغل مزيكا تخيل غني بإحساس، سيب نفسك لو حتى اليوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون، سيب نفسك لو حتى اليوم ولو كل الناس هيقولوا عليك مجنون، عيش للناس. اضحك ما الضحكة يا ما تشيل كتير، وكتير مجانين في الخير ساعدوا كل العايشين، لو بكرة تساعد تاني مش بعيد، بعدها تصحى تلاقي كل الدنيا عيد، ما تعيش الدنيا بروح الطفل اللي جواك، لو مهما قالوا الضحكة مش مفرقك، افتح شباكك ونور حياتك، انزل افرح فرح فاتك، سيب نفسك لو حتى يوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون، سيب نفسك لو حتى يوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون. اي زعل او هم عن هدومك، ارسم ابتسامة حلوة ابدأ بيها يومك، اتجنن اعمل اي خير لغيرك من يلومك، اضحك وامسح اللي باقي لسه من همومك، خلي السعادة عادة حتى ولو بزيادة، اعمل خير من غير ما تسأل ايه الاستفادة، بحلم بالفرح بحلم بابتسامة، بحلم ان الضحكة تبقى في وشنا علامة، مجنون عادي جدا ممكن بيها توصفوه، مبسوط وعلى السعادة جايز جدا، سيب نفسك لو حتى يوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون، سيب نفسك لو حتى يوم ترانزستور. هذا البرنامج برعاية سيل أفيديو، الوكيل الرسمي لأجهزة هواوي في فلسطين والأردن. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، مستمرين معكم في برنامج ترانزستور وفي الفقرة الثانية. بس بحب أشكر كمان المهندس الإذاعي همام من وراء الهندسة، بحب أحكي لكم إنه اليوم بتدرب هو بالصف السادس، وهو طفل مبدع جدا، وبحب إنه يكون ضيفي المرة الجاية. منيح همام تكون ضيفي؟ تدرب على الهندسة علي، يلا. إذن مستمرين معكم في الفقرة الثانية، وبعتقد النموذج الأول في نقل الطاقة كان جيد، ولكن مع النموذج الثاني راح يكون فول أوبشن، راح نحكي عن تجربة إبداع نحو النجاح. وموجود معي الصديق الجميل رياض قلالوي، مدير قسم الإبداع في شركته سكريبل ستوديو. مساء الخير يا رياض. مساء الخير والورد يا أحلى صديق. يا هلا فيك. يعني رياض، أنا بعرف إنك بتحبش الإعلام، وبعرف بتحبش تحكي، وبعرف إنه أنا يعني بحب أحكي كثير. بالعكس حبيبي، ولكن والحكي الكثير يعني بس حكيت مفيد. الله يسعدك، هذا الشيء الحلو فيه. الله يسعدك. أنا رياض بحب أحكي للمستمعين إنه أنت تعبتني قبل ما وافقت تطلع معي، يعني بدك تضلك تحكي، أنا لسه ما أنجزتش وكذا، عندك تجربة رائعة رياض، ولكن بحب أعرف عن الناس تعرف عن رياض والشركة. طيب اسلم وديك اول شيء. هلا فيك. طيب انت يعني اول شيء قمه بالابداع، الله يسلمك، علمنا كل شيء هذا، وانت الله يسلمك، اثرت فينا جميعا. الله يخليك، شكرا يا رياض. يعني اول شيء انا اسمي رياض حمد، مدير قسم الابداع باستوديو سكريبل. الاستوديو هذا هو استوديو نوعا ما جديد وغريب فكرته بالبلد،
والديزاين من جوا جميل كمان. ها مو هذا اللي احنا عمالة نشتغل فيه هلا نتطرق له كمان. حلو. سكريبل تقريبا هي بلشت بداية 2016. اوكي انطلقنا ب يعني بلشنا ديكورات بشهر واحد وانطلقنا بشهر ثلاثة. فعمليا احنا عمرنا تقريبا 9 إلى 10 شهور. خلينا نحكي 10 شهور. بس الحمد لله بالفترة هذه عملت سمعة ضخمة يعني ب9 شهور عن جد. الاشي هذا يعني هو كانت خلينا نحكي هذا حلم انا كان يراودني من زمان انه حلو. يكون عندي استوديو صغير بس بشكل مختلف عن الجميع يعني. مش عشان بدي اختلف عن الجميع او اتميز عن الجميع, لا, اللي هو هي حلمك شغفك. رغبة شخصية كان زمان ان اشتغل بطريقة نظام نحطه اللي يتوافق مع الفنانين مع المصممين كيف رؤيتهم, ما يكونش الشخص اللي داخل الاستوديو هذا او البيت خلينا نسميه, لانه احنا كمان يعني احنا جوا الاستوديو عاملين نظام بيتي اكثر يعني. هذا هو جايين نحكي يا رياض صراحة يعني. انا صراحة شفت الصور هلا الناس اللي بتسمعنا, اذا اللي بتسمع قدامها الفيسبوك وين يروحوا على سكريبل استوديو يكتبوا؟ هلا في طريقتين. اما بروح الموقع الالكتروني الخاص بسكريبل www.scribblestudio.co او على الفيسبوك في لنا صفحه كمان سكريبل ستوديو برضو .co. جميل, عشان يشوفوا الصور كمان اللي بتحكي عنها. تفضل, بدنا توصف لنا من جوا قديش فعلا هو جميل وليش هالقد اهتميت يعني انت فيه. يعني الصراحه انا اشتغلت بشركات كتير وبلشت يعني حتى المسيره تاعتي بمطبع صغير يعني تحت الارض. اوكي مطبعة كثير بسيطة يعني فيها ماكينتين طباعة, كنت انا وشخص اللي نشتغل فيها. والاشي هذا يعني تطور شوي شوي لما اشتغلنا في شركات كبيرة بفلسطين اكثر شركات دعوة الان. بس كنت دائما احس بالشركات هذه اللي هو النظام التقليدي انه بتلاقي بتدخل على الشركة بتلاقي قدامك السكرتيرة غرفة الاجتماعات غرفة المدير بتلاقيها فيش ابداع يعني يعكسهم حواصل بجنب بعض وفي عازل بين كل شخص والتاني. انا هذا الاشي يعني كان كتير مضايقني انه مش لازم يكون اشي هيك, لازم مكتب المدير هو مفتوح على مكاتب الموظفين. هذه العائلة يعني هيك بالعائلة تلتم كلياتها مكتب الابداع اللي هو الصالون مثلا لو حكينا لو نشبه بصالون البيت. قاعدتنا تفكيرنا بيكون كله فيه يعني حتى طاولة اجتماعات احنا ما فكرناش نعمل مكتب سكرتيرة ما عملناش, عمل مثلا بالمكان هذا قاعد حد عمله برسم سكتشات. اهتمينا كثير بالبيئة ان تكون فيها يعني ابداع يعني بالضبط من اختيار البلاط للجدران للمكاتب كلها بجنب بعض ما يكونش فيه حواجز. اوكي تحس انه عن جد فعلا المطبخ مثلا بنص المكان المدير بيعمل الصبح يعني هو مثلا في عندنا لفة شاي الصبح كل يوم. عندكم مرمية؟ جهزها قريبا زيارة. الله يسعدك. فهي اللمة هذه يعني الصبح يعني كمان مهمة كيف أجواءنا الصبح قبل ما ندخل بالشغل. احنا عندنا من 8 إلى 9 هذه فترة تعليم يعني ما حد بصيب ما مندخل على الشغل. في عندنا توتوريال مطلوب منك كل شهر انك تهتم شغلة معينة توتوريال معين. فما 8 إلى 9 هذه يكون تشفيها نشاط كثير وهذا مطلوب من الجميع انه يتعلم. فهذا الشيء كمان جديد عنا. الديكورات هذا إشي يعني ثانوي. أوكي تمام يكون عايش بيئة حلوة تمام, بس بالواقع المطلوب كله هذا ينعكس على شخصية البني آدم. اللي هو من التعليم يعني لازم الشخص اللي يدخل أنت بعد فترة تتخرج من سكريبل. أوكي تتخرج أنت كتلة يعني غنية بالمعلومات. جميل جميل. عن جد حلو. الحمد لله. يعني قديش حلمت رياض تنك حققت كم من سنه تنك حققت هذا الحلم؟ الصراحه يعني انا يعني بالقطاع هذا او بالشركات عملي هذا من 94 فتحكي عن 22 تقريبا. من يعني 22 سنه كان كافيات انه خلص اخذ قرار. وكان شوي كان صعب بالنسبه الى انه اللي كان عندي دخل ثابت ونوعا ما كان كبير بالنسبه لمصمم يعني بالبلد لانه بتحكي عن خبره وبتحكي عن فتره صحيح. طويله صحيح. اوكي وشركات كبيره بالبلد يعني وتقدر كمان موظفين صح. بس كان التحدي انه انا بدي ابلش من الصفر وفعلا عمليا هيك يعني بلشت. على ماسك ويب سايت على $500 يعني خلينا. وكنت بس انا عارف انه يعني في حلم لازم يتحقق خلينا نجرب يعني اقل ما فيها ما ضبطتش نرد نرجع زي اول يعني مش مشكله. بعد 9 أشهر ندمان على هذا القرار ولا
بالعكس انا يعني بالعكس انا شايف انه ما دام في مثابره وفي اعمالك تقدم باخلاص للعالم بتشتغل معك انت عمالك تنجح والحمد لله يعني اولها كان في شويه صعوبات ماليه هلا بلشنا يعني نكبر شوي شوي بلشنا نعرف بس ما بندم على خطوه زي هذه. رح نيجي اكثر نحكي رياض عن التحديات في اخر إشي لانه مهم انه بعد هذه التحديات عن جد نجحت، ولكن اعتقد الناس اللي بيسمعونا صار عندهم من الشغف والفضول يعرفوا شو يعني اولا سكريبل وشو يعني بتشتغلوا شو بالضبط بتعملوا. حلو. طيب سكريبل يعني لو نيجي ككلمه هو نوع من انواع الفنون اسمه سكريبل، يعني لو اي حد فينا مثلا كتب كلمة سكريبل وراح جوجل راح يلاقي ارت يعني نوع من انواع الفنون اسمه سكريبل اللي هو اي رسمة بتبلش يعني بقلم رصاص في خط صغير عماله بيطلع منها هذه هي السكريبل وفي في يعني في في ارت كامل بسموه سكريبل فحلو الكل يدخل يشوف شو يعني سكريبل من اول ما يحط الكلمه يروح على ايميجز راح يعرف شو اللي انا بحكي فيه. زي ما حكينا سكريبل هي عمليا بيت ابداعي خلينا نحكي مش يعني حتى يعني احنا مسميين استوديو بس احنا عايشين ببيت يعني. جميل. وشو اهم منتجاتكم يعني شو بتنتجوا للناس خدماتكم للي بيسمعونا وبدهم يشتغلوا معكم شركات اخرى؟ صحيح في عنا أكثر من خدمات لو قسمناها في عنا البرودكشن مثلا الفيديو برودكشن وفي عنا خلينا نحكي الستيل برودكشن ستيل بنقسم لعدة أنواع اللي هو الهوية التجارية مثلا في شركة مثلا بدها تفتح جديد وبدها اللوجو بدها الاسم تاعها وبدها براند ايدنتيتي كامل تشتغله وهذا اشتغلناه لشركات كبيرة يعني شركات جديدة كمان يعني عملنا وقعنا معها عقود وراح تشوف راح تنصدموا بما شاء الله في شركات عمالة ملايين دولارات عمالة تفتح راح تفتح جديد احنا هذا البراند اكثر من شركة راح يكون عندنا او يعني مضينا عقود انه نجهز البراند ايدنتيتي الذهبي لاكبر شركتين يعني بتحكي عن راس مال ضخم جدا وفي كمان بتلاقي انه في حد بده يفتح مخبز بده حد برضه بده اللوجو ما في عندنا مشكله احنا بنشتغل مع الجميع احنا الفن مش مقتصر لفئه معينه هو الفن احنا بنعتبره للجميع هذا نوع من انواع خدماتنا اللي هو تصميم الهويات التجاريه وفي كمان الانيميشن والموشن جرافيك ودخلنا هلا 2017 خدمه جديده اللي هي 3D اول اعلان لسه امبارح طلعنا فيه لشركات مثلا موجوده هنا وهي شيرنا على صفحتنا. جميل. موجود كل الفيديوز الناس تشوفها على صفحتكم؟ موجود على صفحتنا موجود على scribble.co. اسمح لي بس احكي لهم كيف سكريبل عشان بالضبط يلاقوها اللي هي scribe من بوي كمان بي اللي هي دبل بي 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 ال اي بالضبط هذا جميل. الموقع الالكتروني تاعنا ومن ضمن الخدمات كمان التصوير الفوتوغرافي بس نحكي عن كوميرشال يعني لاعلانات تجاريه مش رايحين على ويدنج او رايحين على اعراس او هذا لا هو احنا الاعلان احنا شايفينه لازم نسمعه احنا عندنا بالاستوديو فما بنجيب مثلا صور من النت او مثلا بننزل صور بتكون جاهزه مرسومه مثلا نشتريها بدولار ولا بدولارين لا احنا لازم يكون الاعلان دي او اي شيء بده يطلع من سكريبل من باب سكريبل لازم يكون منتج من الصفر لنا ان كان صوره ان كان رسمه ان كان اي شغله عدا الصوت الصوت يعني يعني من خلال اصدقاء لنا من الاستوديوز بيساعدونا فيه بس غير هيك كله لازم يكون صناعه سكريبل. جميل جميل جميل. هاي من ضمن الخدمات خدمات الموشن جرافيك والانيميشن كمان يعني هذه كمان من ضمن الخدمات. يعني يا رياض يعني بتحكي لي انت بتحبش تحكي وكذا وهيك ما شاء الله عنك يعني ما خلتنيش اسال الله يسعدك بشعر اني يعني بالبيت الله يسعدك بالضبط هو سكريبل كلنا عايشين بسكريبل يعني. رياض في اخر سؤال يعني الناس تعرف برنامج ترانزستور هدفه ارجع احكي للناس كلياتنا بنواجه مشاكل يوميه تحديات يوميه اللي عنده الكولون مثلي اللي عنده الضغط اللي كذا
ولكن بالآخر عندنا شيء هو إيجابي، شيء نشتغل فيه. هل رياض هذا النجاح اللي فعلا أنا متبع لك وإبداع جميل جدا جدا وبدون مجاملة، هل أجى لحاله؟ هل نزل من السماء لحاله ولا في تحديات كبيرة؟ يعني في دقيقة سريعة جدا تفضل. الله يسعدك. هلا الصراحه اللي يعني زي ما تحكي لك المثل ايد واحده ما بتزقف اكيد. يعني انا معي تيم كمان بحب اتشكرهم، رشاد، حسان، معاذ كمان حلو اللي دخلت عنا جديد. هذا هو التيم الفني اللي راح بشتغل بايدي. انا بشكل اداري عمالي بحط الافكار والسكريبت بكتبها، بس بشكل فعلي هذا كله تيم مشترك. اوكي بشتغل الشغل بتنقل من شخص للثاني. هذا هو يعني سبب خلينا نحكي النجاح. وبخصوص التحديات، في تحديات كثيرة يعني من ضمنها يعني انه احنا منا نعمل اعلان بسيط جذاب مميز وفكرة جديدة. يعني هاي الافكار ما كانت من قبل، فالتحدي هون انه شو التقنية اللي بدك تنزل فيها. فهون الستريس بصفي، انه من اول ما يحكي معك زبون من مثلا ممكن يوم او يومين نفكر بس بفكرة. اوكي في ناس مثلا او في شخص مثلا بده يدور على تقنيه، هي الاغلب انا بدورها او بلاقيها، يعني تقنيه التنفيذ او الانتاج كيف بدها تكون الشيء ما تنفذ. يعني احنا دخلنا على اشياء معجونه، دخلنا على شيء كمان شوي رح ينشر اكثر من تقنيه ورق. جميل. يعني حتى منشوف يعني كيف التقنيات بنحاول ندور عليها ان ننفذها مش زي ما هي، منطور عليها حتى يعني لما نكون شايفين إشي عالميا منأخذوش هذا احنا لازم نطور عليه. هذا جزء من التحدي الصعب يعني اللي بنشوفه، انه كيف بدك تنزل إشي مش بس عشان تبيعه، عشان احنا نستمتع فيه يكون إشي جديد كمان يختلف فيه عنه. جميل رياض، هو لانه الوقت يعني عن جد سرقنا جدا بأشرولي بالهندسة، ولكن هيك سريعا 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 في خمس ثواني نصيحتك فعلا للشباب اللي بيسمعوك حاليا. انا نصيحتي للشباب اللي بيسمعوني حاليا اللي عنده موهبه يطورها ويشتغل باخلاص صراحه يعني حلو. ويعمل حلو. اسم حلو له. اوكي في صعوبات كثير، في نكد كثير بالبلد بتواجه كثير صعوبات، بس في داعي عكسها على التيم. يعني لازم اكون شخص بوزيتيف زي سعد. الله يسعدك الاماني يعني الله يسعدك. هذا علمت اياه وحكيت لانه لازم دائما تكون بوزيتيف، والأشياء ضغوطات نفسية ممكن تنحل بتمشي، كلنا بنواجه مشاكل. رياض أنا صدقا صدقا جدا مبسوط إنك بتحكي وموجود معي، وبشجع كل الناس الشباب يحضروا ويفوتوا على الصفحة، وبشجع كمان الشركات الكبيرة هيو في شباب قوي جدا بيطلع لكم بأفكار تنافس العالمية، روحوا واشتغلوا معهم. رياض إن شاء الله اليوم كمان بننزل الحلقة عشان كل الشباب اللي ما سمعوها يرجعوا يسمعوها. رياض قلالوي أشكرك جدا، وإلى اللقاء وزيارة قريبة جدا، حضر المرمية. الله يسعدك. يسعد مساك. إلى اللقاء. طيب مستمعينا مستمرين معكم في فقرة ثالثة، ولكن بعد الفاصل الإعلان.